طيب هنروح لتقرير تاني وموضوع أكل الشطة والفلفل الحار. ده طبعا موضوع صعب للغاية، بيحتاج قدرات خاصة مش متوفرة في ناس كتير. المشكلة بقى أنك تلاقي واحد بيدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية عشان قدر أنه يتناول الفلفل الأكثر حرارة في العالم في أقل معدل زمني. عمل ده إزاي؟ ده اللي هنعرفه من خلال هذا التقرير. معشوق التوابل الحارة في العالم، ده لقب رجل أمريكي اسمه جريجوري فوستر استطاع تسجيل رقم قياسي استثنائي في موسوعة جينيس بعد أن تناول 3 حبات من فلفل الكارولينا ريبر اللي بيعتبر من أكثر أنواع الفلفل الحار في العالم. فوستر أكل الحبات الثلاثة في غضون 8.72 ثانية وتمكن من تحطيم أفضل رقم قياسي سابق قدره 9.72 ثانية واللي كان بيحمله مايك جاك من كندا، وده في محاولته الثانية بعد الاستبعاد الأول من المنافسة. موقع موسوعة جينيس قال كانت هناك حبة فلفل في فمه لم يتم ابتلاعها بختام المحاولة الأولى اللي تم استبعاده فيها. وتعليقاً على إنجازه قال فوستر: في التدريب على هذه المسابقات الأمر بيتعلق بالميكانيكا وذاكرة عضلات الفم، لذلك فإنني أقوم بتناول فلفل حلو صغير لأجعل المضغ والبلع يستجيبان بشكل تلقائي عند تناول الفلفل الحار. طبعا هو الموضوع ما هوش سهل خالص. احنا مثلا بنحط شويه شطه كده على الاكل، الناس اللي هي غاويه شطه بتحط شويه شطه صغيرين كده على الاكل وتلاقي عينينا بدات تدمع وتلاقي بدانا نعرق وبدانا ننهج ومش قادرين وعايزين اي حاجه تضيع طعم الشطه. انا خفت منه في التقرير، هو عنده ثبات رهيب. لا وعنده ثبات رهيب، مش هو بس، هو الناس كمان اللي كانوا موجودين في المسابقه دي. انا شفنا ما فيش حد، انا ما شفتش حد عينه بتدمع ولا حد وشه احمر ولا حد ده عايز ياكل تاني. بس شفت بقى لما تم استبعاده في الاول عشان فضلت حته فلفل صغيره قوي كده في لسانه ما بلعهاش. فهنا من الاول هنعيد من الاول تاني. لا صعبه قوي بصراحه، والموضوع انا يعني انا من الناس اللي مش بفهم الناس اللي بتحب تاكل شطه. الموضوع بالنسبه لي صعب قوي ويعني مؤلم، يعني ازاي بيقدروا يعملوا كده. فانا بالنسبه لي التقرير ده لكن هي قدرات في النهايه.